برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، انطلقت أعمال الدورة الثانية من منتدى دبي للمستقبل، ويشارك أكثر من 2500 متخصص وخبير في هذا الحدث الذي يستشرف المستقبل عبر مواضيع عديدة. إبراهيم الماس والتفاصيل. حدث ليس كباقي الأحداث، إنه أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممين المستقبل. الحديث عن منتدى دبي للمستقبل الذي يستضيف أكثر من 2500 متخصص من القطاعات المستقبلية الحيوية، بالإضافة إلى 100 مؤسسة ومنظمة دولية متخصصة في مجالات تصميم المستقبل. قدرنا ان احنا نعمل كتيب عشان نبسط مصطلحات علم الاستشراف المستقبلي، بحيث ان اي شاب يقدر يستخدمه او اي منظمه بتشتغل مع الشباب تقدر تشوف الاليه اللي احنا اشتغلنا بيها كشباب جوه يونيسف، وكنا لينا دور قوي وفعال واحنا بنحط الاستراتيجيه وبنصمم البرنامج. 70 جلسة حوارية وورش عمل يقدمها أكثر من 150 متحدث من الإمارات ودول العالم، يستعرضون رؤاهم حول مستقبل أهم القطاعات الرئيسية مثل الفضاء والاستدامة والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات الحيوية. هل يمكن محاسبة التكنولوجيا على قراراتها؟ هذه إحدى التساؤلات التي يحاول المنتدى الإجابة عنها وإضاء الحلول الناجعة للحد من سلبياتها. هل نحن مستعدين من ناحية الحقوق الفكرية للمنتجات اللي ممكن تنتج في مجالات الفنون أو في من خلال المخاطر الموجودة على الداتا، على المس انفورميشن، على الليفل اوف المخاطر السبرانية في المجالات المختلفة؟ أتوقع أن نحن نحتاج نعلم الجمهور العام كيف يتعامل مع الـ AI ليس كمستخدم ولكن كمصنع. من الضروري عند استخدام الذكاء الاصطناعي هو تقييمه ومعرفة كيفية استخدامه. يجب التشديد على مطوري البرامج للتأكد من حسن استخدام الذكاء الاصطناعي، والأهم من هذا كله تثقيف أنفسنا وغيرنا. من غير دبي يمكنها أن تتبنى استشراف المستقبل وجمع خبراء من دول العالم للإطلاع على التحديات التي ستواجه العالم وإيجاد الحلول التي تكفل غدا أفضل للبشرية. أكثر من 400 خبير عالمي في المستقبل يجتمعون هنا في منتدى دبي للمستقبل في أكبر تجمع عالمي لخبراء المستقبل، يناقشون الرأى والتحديات المستقبلية. من متحف المستقبل لأخبار الإمارات، إبراهيم الماس.